عالم المعلومات، طريق المعرفة. العطور والروائح الذكية المنتشرة حوالينا واللي فرنسا تعتبر أساس صناعتها، ده اللي كان الناس في العالم تعرفه. بس اللي ما تعرفوش واللي هنعرفه في حلقة النهاردة هو السر وراء صناعة العطور، وهو سبب صادم جدا. فتابعونا عشان نتعرف على أكثر مرحلة مرت بيها أوروبا وكانت سبب في صناعة العطور. أول المعلومات الصادمة في حلقة النهاردة إن أوروبا الحالية واللي كلنا مبهورين بيها ملهاش علاقة إطلاقاً بأوروبا في العصور الوسطى أو حتى أوروبا القرن التسعتاشر. والأوروبي الحالي الأنيق والنظيف برضو ملوش علاقة بالمواطن الأوروبي اللي عايش في القرون الوسطى. الحكاية كلها إن الأوروبيين في الفترة دي كانوا بيعتقدوا إن استخدام المية أو الاغتسال بيسبب أضرار كبيرة في الصحة والجسم. ده كمان كانوا بيعتقدوا إن الأطفال اللي بيستعملوا المية كتير بيتعرض جسمهم للهشاشة، وده الأمر اللي خلى الأوروبيين مش بيستخدموا المية نهائي في الاغتسال أو الاستحمام طول حياتهم إلا في مناسبتين اتنين بس، وهو الاستعداد للجواز أو في حالة المرض. هو الموضوع غريب أو ممكن نعتبر حكاية غير صحيحة، بس الأمر كله حقيقي واتكتب في مذكرات الكاتب ساندور ماراي اللي اتولد في بداية القرن العشرين من عيلة من الطبقة الغنية ذات الأصول الأرستقراطية النمساوية، واتكتب كتاب وأصدر عن تاريخ القذارة في أوروبا وعدم نظافتها في الفترة دي. وكانت لسه أوروبا بتعاني من المعتقدات دي حتى في الفترة اللي عاشها المؤلف، وحتى عيلته كانت عايشة بدون نظافة. وفي كتابه بيقول إن الأوروبيين كانوا بيعتبروا إن الاستحمام كفر، وقال إن ملك فرنسا لويس الأربعة كان ريحته قذرة جدا أقذر من ريحة حيوان بري، وكانت واحدة من الخدم بتوعه واسمها دي مونتيسبام بتنقع نفسها في حوض من العطر علشان تتخلص من ريحة جسمها القذرة بعد ما قعدت مع الملك. يعني ريحة الملك كانت بتلزق في أي حد بيتعامل معي. كمان الروس نفسهم وصفهم الرحالة أحمد بن فضلان إنهم أقذر خلق الله لأنهم ما كانوش بيستنجوا من بعد استخدام الحمام. الغريب مش بس من تعامل الأوروبيين مع النظافة، لا، تعامل الأوروبيين مع بعضهم من أسلوب الحياة. يعني القيصر الروسي بيتر ما كانش بيتحرج من الناس أو عامة الشعب، وكان بيتبول على حيطان القصر في حضور الناس. والحكايات والقصص اللي ذكرها المؤرخ ماراي أكدها العالم الأمريكي الشهير جوزيف ماك كيب في كتابه مدينة المسلمين بأسبانيا، لما ذكر أن ملكة كوشتالة الملكة إيزابيلا الأولى وهي التي قتلت المسلمين في الأندلس ما استحمتش في حياتها غير مرتين. دي كمان دمرت كل الحمامات العمومية اللي كانت موجودة في الأندلس، ولما دخلوا بلاد الأندلس الملك فيليب الثاني منع الاستحمام منعا باتا في البلاد. أما بنته إيزابيلا الثانية أقسمت أنها مش هتغير هدومها الداخلية غير لما ينتهي حصار مدينة من المدن، والحصار ده استمر 3 سنين. وبعدها أصيبت مرض بسبب فيروس جالها وماتت بسببه. أما الهنود الحمر كانوا بيحطوا ورود على مناخيرهم لما بيتعاملوا مع الأوروبيين لأنهم وصفوهم أن ريحتهم لا تطاق. كل الأمور دي أدت لضرورة صناعة حاجة تقلل من ريحة اللي أكيد ما كانتش كويسة، وكانت النتيجة صناعة العطور واللي خرجت من باريس أقذر مكان في الوقت ده. بعدها بدأت البلاد الأوروبية تنفتح على العالم ويتعلموا النظافة من المسلمين والعرب وبدأوا يقلدوهم في الاستحمام وغسيل الهدوم. كان معاكم رشا رجب.